أولا ينوي التيمم، ثم يسمي، ثم يضرب الأرض الطهور بيديه مبسوطتين، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه عرضا، ويمسح راحتيه بكفيه ضربة واحدة. هذا هو صفة التيمم الموجزة. لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.